ونروح للاتحاد الأوروبي والذي دعا روسيا اليوم إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان احترام معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى واللي أقرت موسكو رسميا مطلع يوليو تعليق مشاركتها بها. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني قالت إننا قلقون جدا من التطورات المرتبطة بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى والتي يمكن أن ينتهي تطبيقها في 2 أغسطس 2019. بالمناسبة هذه المعاهدة كانت قد أبرمت خلال الحرب الباردة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحابه منها، فردت موسكو بتعليق مشاركتها بها، ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق المعاهدة. إحنا معانا على التليفون الأستاذ أشرف كمال، مدير المركز المصري الروسي للدراسات. مساء الخير يا أستاذ أشرف، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ ريان. مساء النور أستاذ أشرف، قراءتك إيه لدعوة الاتحاد الأوروبي لموسكو للحفاظ على معاهدة الصواريخ النووية في ضوء طبعا كل هذه المواقف التي حدثت فيما يخص الاتفاقية في الفترة الأخيرة؟ يعني في البداية دعينا نتفق على عدد من العناصر، أن يعني أبرزها أن القوة النووية العالمية مستمرة في تحديث وتطوير تسليحاتها النووية رغم كل الاتفاقيات ورغم كل يعني المعاهدات التي تحكم او المفترض انها يعني تضع السلاح النووي تحت السيطره فيما يتعلق تحت مسمى ما يمكن تسميته مفاوضات نزع السلاح. ثانيا، ان السلاح النووي اصبح الان عقيد عنصر رئيسي في اي عقيده عسكريه خاصه للدول الكبرى. يعني العنصر الثالث، ان 90% من المخزون السلاح النووي حاليا موجود لدى اكبر قوتين نوويتين وهي روسيا والولايات المتحده الامريكيه. اذا الصراع في الاساس او التنافس في الاساس او التوتر في الاساس هو ما بين روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي او وريث الاتحاد السوفيتي الذي كان اكبر قوه نوويه ما قبل انهياره، ثم مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تسيطر أو تريد أن تحافظ على كونها الإمبراطورية أو يعني القوى العظمى الوحيدة المسيطرة على أو رئيس مجلس إدارة العالم الذي يجب على الجميع أن ينصت لها ويسير في ركابها. وبالتالي فنحن هنا أمام موقف أوروبي لطالما كان تابعا للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالمواجهه مع روسيا او بالمواجهه من قبل مع الاتحاد السوفيتي السابق. العقيده العسكريه لاغلب دول الاتحاد الاوروبي وهي ايضا جزء من اغلب هذه الدول هي عنصر يعني دول اعضاء في حلف الشمال الاطلسي، وهي وحلف الشمال الاطلسي الذي اعلن عن عقيده عسكريه يجد في روسيا تهديد للاستقرار في اوروبا، وبالتالي هناك توسع للاتحاد الاوروبي، هناك انتشار للسلاح لحلف الشمال الاطلسي بدعم من الولايات المتحده الامريكيه بالقرب من الحدود الروسيه. كل هذه الاجراءات روسيا لم تجد امامها سوى ان تحاول او تحافظ الى حد ما على امنها القومي، وهو حق مشروع لاي دوله ان تحافظ على امنها القومي ضد اي تهديد يهدد استقرارها وامنها القومي. هذا جانب. الجانب الاخر ان يعني والعنصر ربما لا يعلمه كثيرا من 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 الساده المشاهدين او كثيرا من المتابعين، ان واشنطن يعني ترغب واشنطن في حد ذاتها عندما اعلنت عن عقيدتها النوويه في عام 2018، هي واشنطن تريد تحديث ترسانتها في هذا القطاع العسكري المهم، ترسانتها النوويه. واشنطن ترى في هذه المعاهدة أنها قديمة وعتيقة وبالتالي لا تخدم مصالحها، وبالتالي فهي في حاجة إلى اكتشاف أي ذرائع أو في حاجة إلى خلق أي ذرائع للضغط على موسكو لتحديث هذه الاتفاقية. موسكو كان الرد الطبيعي وأن تعليق الولايات المتحدة الأمريكية للعمل بهذه الاتفاقية ومنح روسيا 6 أشهر حتى 2 أغسطس هو موعد انتهاء الاتفاقية 2019، فكان رد الفعل من ناحيه موسكو التعليق ايضا، هو الطبيعي هو التعليق ايضا. وبالتالي نحن الان امام سباق تسلح رهيب. تصريحات يا استاذ اشرف وزيره خارجيه الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني اللي قالت فيها اننا قلقون جدا من التطورات المرتبطه بمعاهده الصواريخ النوويه متوسطه المدى التي يمكن ان ينتهي تطبيقها في 2 اغسطس 2019، دلاله التصريح ده ايه؟ لا، هو بالطبع يعني عدم التواصل الولايات المتحده الامريكيه ونحن على بعد ايام قليله يعني جدا ايام قليله جدا يعني ولم يحدث حتى هناك توافق او لم يتم تحديد اي جلسه، رغم ان هناك
يعني لقاء على هامش مجموعه ال20 بين بوتين وترامب، ولكن لم يتطرق الى حديث الى على مستوى الخبراء وجود يعني لقاء بين الخبراء الفنيين فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه. اذا نحن امام يعني تمسك روسي بموقفه وتمسك امريكي بموقفه، ونحن امام يعني سباق تصالح جديد. الاتحاد الاوروبي هو الجوار الرئيسي لروسيا، وبالتالي هو خط الدفاع الاول او النقطه الاساسيه او المخاوف الرئيسيه لاوروبا. يعني اذا اوروبا هي يعني الخط المواجهه الاول امام التهديدات الروسيه طبقا لتفكير الاتحاد الاوروبي وطبقا لما يراه او رؤيه الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق في حال نشوف اي صراع عسكري بين روسيا والغرب. اذا هناك قلق بالفعل على روسيا على من الاتحاد الاوروبي تجاه عدم التوصل لهذه لاتفاق ينهي هذا التوتر وهذا الصراع العسكري، او هناك توتر خوفا من عوده الحرب البارده من جديد بما تحمله من كثير من التداعيات السلبيه. طب الى اي مدى الاتهامات يعني ما بين الجانب الروسي والجانب الامريكي بخرق المعاهده من الممكن ان يؤثر على المعاهده من اساسها؟ لا يعني هو انا يعني انا في اعتقاد ان المعاهده اصبحت يعني منتهيه شبها، يعني منتهيه تماما، لم يعد هناك اي التزام من جانب الطرفين فيها. واشنطن تريد اتفاق جديد يضم اطراف جديده، يضم الصين، يضم الهند، يضم باكستان، يضم دول اخرى كثيره اصبح لديها سلاح نووي واصبح لديها اسلحه باليستيه. هناك ايضا هاجس الايراني وما تعلن عنه ايران من وقت لاخر عن تطور سلاح باليستي جديد. اذا يعني الولايات المتحده الامريكيه تريد اتفاق جديد يضم ليس لا يقتصر على روسيا والولايات المتحده، ولكن يضم اطراف اخرى اصبحت تملك نفس التقنيه العسكريه الخطيره التي لدى موسكو والولايات المتحده الامريكيه. اذا روسيا لا تعارض في هذا، ولكن اليات الاتفاق ويعني يعني بنود الاتفاق او ربما خطوه اولى نحو الاتفاق لم يتم تحديدها بعد. وبالتالي الحل يعني وبالتالي المجتمع الدولي امام وخاصة الاتحاد الأوروبي لأنه هو في المواجهة مع روسيا في حدود مباشرة في حدود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، والدول تخشى من ردة فعل روسية قوية على أي إجراء عسكري ربما يتخذه حلف الشمال الأطلسي، خاصة بعد ما أعلن حلف الشمال الأطلسي أنه ربما سيكون له رد فعل في حال لم تدمر روسيا أو لم تلتزم روسيا أيضا بهذه الاتفاقية. ولكن أنا أعتقد لم تعد روسيا ملزمة بهذه الاتفاقية بعد قرار الانسحاب، لم تعد الولايات المتحدة ملزمة بهذه الاتفاقيات، وهذا ما يشير إليه تصريحات بوتين والتصريحات التي تخرج من موسكو والتصريحات التي تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية بالتوجه نحو تطوير هذا القطاع الاستراتيجي المهم في العقيدة العسكرية الروسية. هنا أنا أشير إلى نقطة مهمة، أن الولايات هناك توجه في داخل الولايات المتحدة الأمريكية طبقا للقراءة للعقيدة النووية التي أعلنها ترامب في 2018 في منتصف 2018 تقريبا، أن هناك حاجة البنتاغون في حاجة إلى تطوير يعني سلاح ضعيف للغواصات النووية للأمريكية، كذلك هناك حاجة إلى تطوير السلاح النووي نفسه، وبالتالي التوجه الأمريكي نحو تطوير أسلحته هذا يخالف المعاهده التي معاهده الاسلحه مع روسيا، وبالتالي كان لابد من خلق ذريعه للانسحاب حتى تتمكن الولايات المتحده من تحديث ترسانتها النوويه، ثم بعد ذلك تدعو الجميع او تدعو روسيا الى الدخول في مفاوضات من جديد. اذا الاتفاقيه كما يعني اعطي هنا مثال مع ايران يعني الجميع يعتقد ان ايران بتوقيع الاتفاق النووي مع الدول خمسة زائد مجموعة خمسة زائد واحد أن إيران تلتزم، إيران لم تلتزم بدليل أن إيران أعلنت أنها وصلت إلى 5% من التخصيب. يعني إذا إيران الاتفاقيات يتم توقيعها في جانب وجانب سري آخر يتم السير في اتجاه آخر. إذا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لم تقف عند حد وقف التطوير، وبالتالي كان هناك توجه لدى البلدين ولدى دول أخرى أصبحت تمتلك هذا السلاح في تطوير أسلحتها، لأنه هذه الدول تعتبر انه السلاح النووي هو سلاح ردع للحفاظ على مصالحها
في المناطق المختلفة. طيب الأمين اتفضل يا فندم. نقطة أخيرة أريد أن يعني التوجه الأمريكي نحو تطوير السلاح النووي هناك بالفعل يعني ربما تكون خيبة كبرى للمجتمع الدولي ولإدخال المجتمع الدولي، أننا في عام 2021 هناك معاهدة أخرى للأسلحة النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية ستنتهي 2021، هي السلاح النووي معاهدة ستار ستنتهي 2021. إذا وهناك توجه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا حديث يعني هذه معلومات من العقيدة النووية الأمريكية، أن هناك توجه الأمريكي من عام 2021 حتى عام 2035 هناك يعني استعداد، بدأ الاستعداد لتطوير هذا القطاع في داخل القوات المسلحة الأمريكية، وبالتالي نحن أمام قرار انسحاب جديد للولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق ستارت مع روسيا. إذا العالم لم يكن هناك توحد أمام القوى الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي، ولم تفعل اتفاقيات نزع السلاح، ولم تفعل المنظمات الأممية الكبرى في وقف هذا السباق التسلح الرهيب أكيد. ما بين واشنطن واشنطن وموسكو، فإن العالم أمام ربما يكون أمام كارثة حقيقية، وربما تفوق يعني تداعيات الحرب الباردة. سنتابع ذلك. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أشرف كمال، شكرا يا فندم.